أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المولى سبحانه وتعالى في أواخر سور المفصل من القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة وما بعدها من سورة قريش فيها رسالة عظيمة لجميع الناس، أنه لما أراد قوم من النصارى الاعتداء على بيت الله سبحانه وتعالى، نصر الله بيته، فولد في هذا العام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الحادثة كأنها من ضمن المبشرات بالفرج العظيم والرحمة المهداة التي أسداها الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء بمبعثه صلى الله عليه وسلم. وترجع قصة هذه السورة إلى ما ذكر المؤرخون كابن هشام وابن إسحاق، ونقله عنهم ابن كثير وغيرهم، أن ملكا من ملوك جهة اليمن، وهو الرجل الذي أحرق أصحاب الأخدود، وكان يسمى بذي نواس بعد أن قتل أصحاب الأخدود جميعا، فر رجل واحد إلى الشام فاستنصر بملك النصارى في الشام، فأرسله ملك النصارى إلى الحبشة إلى النجاشي. والنجاشي المقصود ما هو نفس النجاشي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اسم النجاشي هو اسم لملك الحبشة، كما اسم قيصر هو اسم لملك الروم أيا كان، وكسرى اسم لملك الفرس أيا كان. حتى في العصر الحديث بريطانيا كانت تسمي الملوك بريتشارد، يقول لك ريتشارد الأول الثاني هكذا. فالنجاشي أرسل رجلين إلى ذي نواس من قادته، وهما أرباط وأبرهة، فقاتلا ذلك الرجل مع قومه وقتلوه واستلموا أرضه. بعد ذلك حدث خلاف بين أرباط وأبرهة واستعدا للحرب. لما دربت الحرب، واحد منهم قال للثاني: دعنا من أن يتواجه الجيشان ويقتل الناس، فابرز إلي أنت، إن قتلتني كان الأمر لك، وإن قتلتك كان الأمر لي. فتبارزا، فضرب أبرهة في أنفه فشرمت، وضرب في فمه وشوه في وجهه، ولكنه ما مات. ثم كر رجل من تبع أبرهة على ذلك الآخر فقتله، فصار الأمر إلى أبرهة. بعد ذلك غضب منه النجاشي لأنه ملك أعلى منه، فاجتهد أبرهة في استرضاء النجاشي، فكان مما صنع أن بنى كنيسة عظيمة جدا، قالوا لم يرى الناس مثلها في الارتفاع والزينة والزخرفة، حتى أن الناظر إليها إذا مد بصره سقطت قلنسوته والطاقية، يعني ترفع رأسك لحد ما طاقتك تقع من عظم هذه الكنيسة. ونوى أبرهة أن يجعل الحج إلى هذه الكنيسة وليس إلى الكعبة، فغضب بعض العرب من كانوا موجودين في أرض اليمن، فدخلوا على الكنيسة فأحدثوا فيها الخراب
وأضرموا فيها النار فاحترقت الكنيسة. فغضب أبرهة ونوى أن يغزو الكعبة بيت الله، فأعد العدة وجهز الجيش، جهز جيشا عظيما ما سمعت العرب بمثله ولا طاقة للعرب به. ومع هذا الجيش جهز فيلا كان أهداه له النجاشي، فيل عظيم جدا اسمه محمود، ده اسم الفيل، ومعه 8 فيال أو 12 فيلا دير ساقوم معه عشان يهدموا بهم الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى. وخرجوا فمروا على قبائل من اليمن، فخرج إليهم أولئك الأشراف من اليمن ومن العرب فقاتلوهم فهزمهم أبرهة. ثم خرجت إليهم خثعم بقيادة نفيل ابن حبيب فقتلوهم وهزموهم وأسروا نفيلا ساقوا معهم على أساس أنه يبقى لهم حادي في الطريق. ثم مروا على الطائف فخافت منهم ثقيف، خافوا على صنم لهم يسمى اللات، فخرجوا إلى أبرهة وتعاهدوا معه، قال لهم تدوني زول يبقى لي خريت يعرف لي الطريق، أدوه زول وتركهم ومضوا إلى أن نزلوا قرب مكة. فلما سمع أهل مكة بذلك أرسل إليهم أبرهة أن ائتوني بأحد أشرافكم. فجيء له بعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبرهة قد ساق من إبله 200 بعير من إبل عبد المطلب. عبد المطلب لما شاف الجيش بتاع أبرهة، جيش كبير جدا ما بيقدروا عليه، قال له أنا رب الإبل، يعني الإبل اللي شلتها دي حقة تاني، وللبيت رب يحميه، أديني الإبل بتاعتي والبيت عنده رب سيحميه. فأخذ عبد المطلب إبله ومضى، فجاء إلى البيت وجمع أهله وعشيرته من العرب وذهبوا إلى البيت، فأخذ بمقبض يد باب الكعبة وقال اللهم إن المرء يحمي رحله فاحمي بيتك، ثم مضى. وهذه يا أخواننا وإن كانوا مشركين وأولئك نصارى أيضا مشركين، ولكن هؤلاء مظلومون، وإن الله يجيب دعوة المظلوم وإن كان كافرا، ربنا بينصر المظلوم ولو كافر. فدعا بهذه الدعوة ثم مضى، فرقوا على جبل من الجبال وصاروا ينظرون من كبار قريش، منهم عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المطعم بن عدي، ومنهم مسعود الثقفي وغيرهم، بقوا بعينوا لما يحصل. فتوجه أبرهة تلقاء الكعبة ومعه الفيل، فجاء نفيل ابن حبيب الخزعمي قلنا قبل ده كان الحادي بتاعه بتاع الطريق، فمسك بأذن الفيل قال يا فيل إن وجهوك نحو الكعبة لا تتوجه فإن هذا هو حرم الله. شوف بالله الكلمات دي عجيبة كيف. فانتهر الفيل، فكان الفيل إذا وجه راجعا إلى اليمن جرى، وإذا وجه إلى الشام ذهب، وإذا وجه إلى المشرق ذهب، وإذا وجه إلى مكة برك. فتعجب أبرهة ومن معه، شنو اللي بيحصل له؟ ما بيمشي نحو الكعبة إطلاقا، وكأن الله سبحانه وتعالى قد ألهمه أن هذا هو حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو بيت الله وليس له أن يمسه. الفيل بقى يرجع حتى اضطرب الجيش وهاجت الفيلة في الجيش، ثم أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم طيرا أبابيل أقل من الحمامة شوية،
حمراء الأرجل لها ثلاث حجارة، حجر في منقارة وحجرين في أرجلة، حجر من سجيل اللي هو من طين صلب وقوي. هذا الحجر محمى بالنار، بترمي الحجارة دي من فوق من بعيد جدا، فإذا سقطت على الرجل هلك أو تقطع. حتى العرب قالوا ما رأينا مرض الجذام إلا في ذلك العام، يعني المرض اللي بيقطع الزول، مرض الجذام معروف، الإنسان بيتساقط منه الأعضاء، يقع في الحجر في الرجل فيذهب في الطريق فتتساقط أعضاؤه الواحد تلو الآخر لحد ما يموت. وكان أبرهة الذي عمد إلى البيت ممن تساقط حتى انفلق قلبه ومات وهو في اليمن، فحمى الله تعالى البيت. وكان ذلك إيذانا بمبعث الرحمة المهداة نبينا أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، يعني أصبحوا مثل الثمار التي أكلت الطيور بعضها، مكسرين مقطعين في الطرقات. قال بعدها المولى سبحانه لإيلاف قريش، أي فعلنا ما فعلنا من هزيمة جند الحبشة ومن معهم من النصارى من أجل ألفة قريش. عشان كده بين الصورتين ارتباط، يعني ربنا أهلك الفيلة والجيش من أجل ماذا؟ من أجل ألفة قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي لكي يذكروا نعمة الله عليهم برحلتيهم، رحلتي الشتاء أو رحلة الشتاء التي هي إلى اليمن، ورحلة الصيف التي هي إلى الشام، رحلة التجارة بتاعتهم. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة الأمان في التجارة، لأنه يا أخواننا لا تزدهر تجارة البلد إلا بأمان. ولذلك بتلقى الآن في قوانين ومواثيق الدول أن البلد الذي فيه الحرب لا يصلح مكانا للتجارة، لأنه ما في إنسان بيجاسف ويضع ماله في بلد فيها حرب وفيها نهب. ولهذا كان الأمان من أعظم النعم أيها المسلمون الكرام، من أعظم النعم التي امتن الله بها على العباد. لذلك قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف أول حال، والجوع اثنين، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أول مصيبة هي فقدان الأمان، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ختم السورتين بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، أي جزاء وشكرانا لنعمة الأمان التي حبان الله إياها ينبغي أن نفرده بالعبادة، لأنه الذي أنعم علينا بالنعم منا في الصورة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا بهذه النعم يستحق أن يعبد عبادة خالصة، ليس له شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح يشرك مع الله في عبادته. شكد كفار قريش كان النداء لهم بهذه الصورة، فليعبدوا رب هذا البيت. يا أخي أذكر نعمة ربنا عليكم إنه أمنكم من أبرهة ومن الموت وأمن البيت، ربنا قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعم يعني بناتج التجارة بتاعتهم اللي كانت بتمشي إلى اليمن وإلى الشام، وآمنهم أمنوا من الخوف من هذه الجيوش التي تريدهم. ولذلك أيها المسلمون الكرام، إننا نحن الآن نحتاج أن نشكر الله على نعمة الأمان أولا،
ونشكر هذه النعمة بإفراد الله تعالى بالعبادة، فلا نعبد الأضرحة ولا القبور ولا المزارات، ولا نتوكل على غير الله، ولا نعتمد على بشر حيا كان أم ميتا، إنما نتوكل على ربنا الخلقنا. ولذلك قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة قريش، قال: ربنا جمع لهم بين النعمتين، فمن حقق الشرط وهو التوحيد كسب النعمتين، نعمة الأمان في هذه الدنيا ونعمة الأمان يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بنعمه وأن يرزقنا الأمان والإيمان في دنيانا، وأن يرزقنا الأمان في أخرانا يوم نلقاه، إنه جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.